عقدت اللجنة المنظمة لماراثون شفاء الأورمان مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الماراثون الدولي الذي يقام لدعم مرضى الأورام السرطانية في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالتعاون مع وزارة الشباب. ينطلق الماراثون صباح غد الجمعة بساحة معبد الكرنك بمشاركة 1000 متسابق. لما نتكلم عن دعم التحالف الوطني للفئات الأولى بالرعاية، الأمر مش بيقتصر على مكان أو زمن معين، لأنه بيجوب كل الأماكن في جميع أنحاء الجمهورية وفي أي وقت. النهاردة ومن جنوب صعيد مصر، وتحديداً من مستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر، عقدت جمعية الأورمان مؤتمر صحفي للإعلان عن ماراثون شفاء الأورمان، واللي مستهدف يشارك فيه ما يقرب من 500 شاب من مصريين وأجانب. هذا الماراثون بسميه ماراثون الخير، بسميه ماراثون السعادة، بسميه ماراثون القلب الواحد والعقل الواحد والإيد الواحدة، اللي بتثبت للعالم كله إن المصريين كلهم على قلب واحد، إن شاء الله يبقى سعيد بلا سرطان. الأقصر ما شاء الله مدينة جميلة بيجي لها ناس كتير قوي سواء من مصر أو بره مصر، فقلنا نعمل نص ماراثون في الأقصر. هو مش ماراثون كامل، هو نص ماراثون يستهدف أجانب ومصريين. المؤتمر بحضور عدد من الجهات التنفيذية في محافظة الأقصر، واللي أكدوا من خلاله الدور الكبير اللي بتقوم به مؤسسات التحالف الوطني في دعم مستشفى شفاء الأورمان، وخاصة إن عوائد الماراثون بالكامل هتكون لمرضى الأورام بالمستشفى. الماراثون ده بنعمله لصالح مستشفيات شفاء الأورمان، كل عوائده هتبقى لصالح مستشفيات شفاء الأورمان، وإن شاء الله بنستهدف إن هو يكون ماراثون دولي هيبقى ثابت كل سنة يوم 6 أكتوبر إن شاء الله. في شراكة بين المؤسسات والجامعات الأهلية، قدرنا نوحد الجهود، يبقى في قاعدة بيانات موجودة، خطة للنزول للأماكن المستهدفة، وده مهم جدا. التشارك ما بين الجمعيات احنا فرحانين بيه وبتهيالي أثاره باينة. في جنوب مصر أو شمالها بيقدم التحالف الوطني الدعم لكافة الفئات الأولى بالرعاية من خلال مؤسساته المختلفة، عشان يكون المواطن البسيط في المقام الأول لمؤسسات التحالف طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.